مرحبا بكم أعزائنا، وهذه نشرة الأخبار أقدمها لكم من قناة سهيل الفضائية، وأبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية: من يديرون أعمال التخريب معروفون واتصالاتهم مرصودة. اللجنة الرئاسية تنهي التوتر بين ميليشيات الحوثي وطلاب دار الحديث بدماج. أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وجود محاولات لإعاقة التحول الديمقراطي في البلاد من خلال افتعال الأزمات وضرب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط، واعتبر تلك المحاولات رفسات أخيرة لتيس مذبوح وفقا لمصادر صحفية. وأعرب هادي عن أسفه لوضع محافظة مارب الذي وصفه بالمخيف نتيجة استمرار أعمال التخريب، وقال: من يديرونها معروفون واتصالاتهم مرصودة. ورفض هادي خلال لقائه مع ممثلين عن الشباب في مؤتمر الحوار الوطني دعوات التمديد للمرحلة، معتبرا ذلك نوعا من المزايدة، وحث هادي الشباب للعمل من أجل اليمن. وأكد هادي على أن الشباب هم من سيكتبون مستقبل اليمن بيدهم، ودعاهم إلى عدم التهور، فالذين تهوروا في السابق دفعوا الثمن في سياق اشتراط بعضهم الموافقة على التمديد مقابل إشراكهم مع الأحزاب في العملية السياسية. وامتدح هادي دور الشباب في صناعة التغيير في البلاد، وطالبهم بأن يكونوا عند مستوى التضحيات التي قدمها الشهداء والجرحى. التقى اللواء علي محسن الأحمر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدفاع والأمن مساء أمس الأربعاء بالنائب الثاني رئيس مجلس الوزراء السعودي مجرم بن عبد العزيز في مدينة جدة، وسلم الأحمر رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إلى الأمير مجرم، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتصلة بالعلاقات بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وآفاق تنميتها وتوسيعها بما يلبي طموحات البلدين والشعبين. وجدد الأحمر الشكر والتقدير لمواقف المملكة الداعمة لليمن وللعملية الانتقالية ولمسيرة التنمية الشاملة وأمن اليمن ووحدته واستقراره. قال المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن نصف عدد سكان اليمن يحتاجون للمساعدات الإنسانية، وأن 5 ملايين منهم بحاجة قصوى إلى مساعدات غذائية عاجلة. وأشار ولد الشيخ أحمد إلى الظروف الصعبة التي يعيشها نحو 350 ألف نازح داخلي بسبب النزاعات المسلحة في جنوب وشمال ووسط اليمن. وأكد ولد الشيخ أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها حققت نجاحات جيدة في مجالات العمل الإنساني والتنموي في اليمن. وقال ولد الشيخ أحمد خلال اللقاء التعريفي الذي نظمه مركز إعلام الأمم المتحدة مع عدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة أمس في صنعاء، إن القضية الإنسانية في اليمن قضية حقيقية ومحورية، وينبغي التركيز عليها في أي عمل قادم لتحقيق الاستقرار. وكشف ولد الشيخ عن استراتيجية مرتقبة للحكومة اليمنية في إطار تشغيل الشباب سيتم الإعلان عنها قبيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 من سبتمبر الجاري والمخصصة لمناقشة الوضع في اليمن. استكملت اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في منطقة دماج بمحافظة صعدة اليوم برنامج عملها للمرحلة الأولى. وتمكنت اللجنة خلال هذه المرحلة من إنهاء الاشتباكات وتثبيت وقف إطلاق النار بين ميليشيات الحوثي وطلاب دار الحديث بدماج. وألزمت اللجنة الطرفين مسلحين من كافة مواقع التمترس ووضع المراقبين في تلك المواقع وردم الخنادق وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وقد عقدت اللجنة الرئاسية التي تضم في عضويتها محافظ صعدة فارس مناع ويحيى منصور أبو إصبع وعلوي الباشا ودرهم الزعكري اجتماعا لها صباح اليوم في صعدة قبيل عودتها إلى العاصمة صنعاء. وكرس الاجتماع لتقييم الأعمال المنتجة
المنجزة خلال المرحلة الأولى والمهام والمسؤوليات المناطة بلجان الرقابة المحايدة التي تم نشرها في مواقع التمترس، وناقشت اللجنة الاتجاهات العامة لخطة عمل المرحلة الثانية من برنامج عملها، وبما يكفل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بصفة دائمة في منطقة دماج، وتجنب تكرار التوتر بين طرفي النزاع مستقبلا. عقد الاتحاد الدولي للملاكمة العربية مؤتمرا صحفيا استعدادا لانطلاق بطولة اليمن العالمية للملاكمة العربية للمحترفين، والذي من المقرر أن تنطلق الاثنين القادم بمشاركة 12 بطلا من 9 دول أوروبية وعربية. وأكد وزير الشباب والرياضة معمر الإرياني إن البطولة ستعمل على تحسين صورة اليمن على مستوى العالم ودعما للحوار والترويج السياحي ودعما لرفع الحظر عن استضافة اليمن لبطولة كرة القدم. من جانب آخر، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة العربية الدكتور الهادي السديري أنه تم استكمال جميع التجهيزات لهذه البطولة. نحن بحاجة لبذل الكثير من الجهود لتحسين هذه الصورة، ويجب علينا جميعا كدور وطني وواجب وطني أن نقوم بهذا الدور. تواصل اللجنة التحضيرية للقضية الماربية زيارتها الميدانية لمديريات المحافظة للتوعية بمطالب أبناء مارب. وضمن حملتها التوعوية، أقامت اللجنة برنامجا توعويا عصر اليوم شمل مديريات الجوبة ورحبة وجبل مراد وماهلية، واستعرض رئيس اللجنة الفنية محمد صالح فرحان المراحل التي مرت بها القضية وصولا إلى التمهيد لانعقاد مؤتمرها العام المزمع عقده في 9 من الشهر الجاري. وأكد على أن القضية الماربية لا تمثل حزبا ولا جماعة ولا تيارا، وإنما تمثل قضية مطلبية حقوقية أجمعت عليها كافة مكونات المحافظة، ودعا كافة أبناء المحافظة إلى الالتفاف حول قضيتهم حتى تتحقق كافة الأهداف التي قامت من أجلها القضية. إلى ذلك، أبدى جميع الحاضرين استعدادهم لدعم القضية الماربية، فيما ألقى عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية كلمات هدف جميعها إلى الالتفاف حول القضية وطي صفحة الماضي. نفذ موظفو مكاتب المالية في عموم مديريات البيضاء إضرابا عن العمل تنديدا باقتحام مسلحين بقيادة أولاد الوكيل المنصوري لمكتب المالية بالبيضاء حد قول الموظفين. وأكد موظفو مكاتب المالية مواصلة الإضراب عن العمل حتى يتم إلقاء القبض على المتهم بالتهجم على مدير عام مكتب المالية وتهديده بالتصفية على خلفية قيام الأخير بإصدار قرارات التدوير الوظيفي لعدد من مدراء الفروع بالمديريات ومدراء الوحدات الحسابية بالمكتب. الاعتداء في أي مكتب كان، وأن تبلغ الجميع وأن تفرض هيبة الدولة وتلزم الجميع احترام الوظيفة العامة. نحن اليوم مقربين تضامنا مع مدير عام مكتب المالية نظرا للتهجم الذي تعرض له إثر إصداره بعض القرارات التدوير الوظيفي. يواصل أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز وطلابها اعتصامهم بكلية الحقوق داخل الحرم الجامعي احتجاجا على الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة وانتشار العصابات المسلحة والاستهداف المتواصل للمواطنين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة التي كان آخرها محاولة اغتيال الدكتور منصور الواسعي قبل أيام من قبل مسلحين لاذوا بالفرار بعد الاعتداء عليه. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية طالبوا بسرعة إلقاء القبض على الجنى ومحاسبتهم ومعاقبة المقصرين من رجال الأمن في أداء مهامهم وتكريم الساهرين على أمن وحماية المواطن. الجدير بالذكر أن دكتور منصور الواسعي ما زال يرقد بغرفة الإنعاش بمستشفى اليمن الدولي. قام محافظ الجوف محمد سالم بن عبود الشريف بزيارة البنك المركزي اليمني فرع الجوف واطلع على سير أنشطة البنك. وأكد محافظ الجوف على الدور الكبير الذي يلعبه فرع البنك المركزي بالمحافظة في إحداث عملية التنمية وتقديم الخدمات المالية للأجهزة الحكومية والأنشطة التجارية والاستثمارية بالمحافظة.
وأضاف محافظ الجوف أن استتباب الأمن في المحافظة وتعاون المواطنين مع الأجهزة الحكومية سيسهم في تحقيق نهضة شاملة في مختلف قطاعات التنمية. مسلسل إضعاف دور الأجهزة الأمنية بمحافظة حجة يتواصل للحيلولة دون قيامها بواجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار رغم توفر الإمكانات المادية والبشرية التي تؤهلها لتثبيت أمن المواطنين ومحاسبة العصابات المسلحة التي تعيث في المحافظة فسادا. نتابع. شهدت مدينة حجة خلال اليومين الماضيين عددا من الأحداث التي أضافت إلى سجل الاختلالات الأمنية لونا آخر من أعمال العنف وثقافة التمرد، فقد قام مسلحون باعتراض مدير مكتب مالية المحافظة الأستاذ إسماعيل الرضي بعد خروجه من مكتبه وقاموا بمصادرة سيارته تحت تهديد السلاح. وبرغم تواصله مع الجهات الأمنية إلا أن التجاوب لم يكن بحجم الحادثة حد تعبيره. ويأتي هذا التصرف بعد قيام هؤلاء المسلحين بإغلاق مكتب المالية لعدة أيام، وهو ما أثر سلبا على تأخر صرف مرتبات الموظفين لشهر أغسطس في مختلف الوحدات الإدارية. ومن ناحية أخرى قام مسلحون باختطاف الشاب مالك فضايل من أمام مكتب أمن المحافظة واقتادوه إلى مدينة عمران بعد مرورهم بأكثر من 3 نقاط تفتيش، ليجد الشاب نفسه في إحدى شوارعها ليلا بعد مصادرة ما بحوزته من نقود. أما المظاهر المسلحة والتي تعد مؤشرا واضحا على تلك الاختلالات فقد باتت مألوفة في شوارع مدينة حجة، فهؤلاء المسلحون قاموا بقطع الشارع العام الواقع بجوار مكتب أمن المحافظة. والغريب أنه عندما تمر من خلاله أعلى قيادات أمنية لا تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يخصها. المواطنون من أبناء مدينة حجة عبروا عن استيائهم الكبير لما تمر به المدينة من اختلالات أمنية متصاعدة ألقت بآثارها السلبية على حياتهم المعيشية ومستوى دخلهم المحدود، وطالبوا رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني إلى الوضع الأمني أولوية تعيد للدولة هيبتها وتحفظ للمواطن أمنه واستقراره. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية محافظة حجة. كان هذا هو الخبر الأخير، وبقي أن نذكركم بأهم ما ورد من نشرتنا من أنباء. رئيس الجمهورية: من يديرون أعمال التخريب معروفون واتصالاتهم مرصودة. اللجنة الرئاسية تنهي التوتر بين ميليشيات الحوثي وطلاب دار الحديث بدماج. للمزيد أعزائنا بإمكانكم متابعتنا على موقع القناة سهيل.net، وكذلك التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. نلقاكم بألف خير، في أمان الله.